نبدأ الأول بالموضوع التأمين الصحي. هل حضرتك خلينا نتكلم الأول عن تجربة بورسعيد، وصلت لحد فين والمفروض يحصل إيه الأيام الجاية؟ احنا التأمين الصحي محاور، يعني التأمين الصحي بس خليني أقول إن هو نظام تمويل مش نظام تقديم خدمة، يعني هو أحد أنظمة تمويل الخدمة الصحية، وهو النظام الأكثر يعني قرب من الناس، لأن هو بيضمن لكل الشرايح كل أنواع الخدمات في أي وقت، بمجرد أنه بيبقى مشترك وبيدفع الاشتراك بيتمتع بكل أنواع الخدمات. إحنا التأمين الصحي محاور كتيرة، أولها محور الحوكمة والأطر القانونية، وده اللي هو أساسه إنشاء الهيئات، هيئة مقدم الرعاية الصحية، ودي بتاخد كل المستشفيات الحكومية تبعها، وهيئة التمويل أو هيئة اسمها هيئة التأمين الصحي اللي هي بتاعت التمويل بس، بتاخد اشتراكات المواطنين والأسر وتدفع ثمن الخدمة للمقدم الخدمة اللي هو المستشفى أو العيادة أو الوحدة الصحية، وهيئة الرقابة والمتابعة دي اللي بتقول المستشفى دي أو الوحدة دي أو العيادة دي أو مركز الأشعة ده أو المعمل ده بمعايير الجودة، ويمكن لهيئة التمويل تتعاقد معاه لصالح المنتفعين، سواء خاص أو عام. خاص أو عام. إحنا يعني النظام بتاعنا مبني على أحسن ما حصل في كل الدول بما فيها إنجلترا. يعني إنجلترا أنت ما عندكش حق تختار مقدم الخدمة بتاعك، في النظام بيديك المصري بيقول لك عايز تروح المستشفيات اللي بتقدم الخدمة دي إحنا متعاقدين لك في المستشفيات الحكومية والخاصة والتالية، وإنت بتختار. شوية أنت عارف إن إحنا المصريين مرتبطين بالأطباء، شو يعني يقول لأ أنا عايز الدكتور فلان لو هو في مستشفى كذا هروح له زي ما أنت عايز. الأطر دي صدر ثلاث قرارات السيد رئيس الوزراء بإنشاء الثلاث هيئات، فإحنا عندنا ثلاث هيئات دلوقتي. الثلاث هيئات دي الشكل المؤسسي الحقيقي لبداية التأمين الصحي، فإحنا مجالس الإدارات انعقدت، ودلوقتي في مراحل عملنا الهيكل التنظيمية، والهيئات دي مع الجهاز الإداري أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومع وزارة المالية بتشوف الدرجات المالية وتمويلها والشكل القانوني. في نفس الوقت احنا عملنا حصر لكل الأصول، حصر الأصول في كل بورسعيد وكتبناها ودققناها، وبعدين دلوقتي حصرنا العاملين، لأن العاملين عندك في بورسعيد ناس بتشتغل تبع القطاع العلاجي وزارة الصحة، ناس تبع هيئة التأمين الصحي الحالية، ناس حصرنا ليه بقى؟ عشان العاملين دول هيتوزعوا على الثلاث هيئات الجداد جوه بورسعيد. ففلان اللي بيشتغل في مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد ده هيشتغل في أنهي هيئة وهيشتغل إيه؟ دي أول حاجة. لكن الناس كلها هتبقى خدمات متساوية مهما كان بيدفع. حاجتين بقى لازم نعرفهم في موضوع الدفع. إن الغير قادر الدولة هتدفع له. مؤمن تماماً. معيار الغير قادر يعني بيبقى ده المعيار اللي متعرف بيه في وزارة التضامن الاجتماعي. الغير قادرين ده تعريف. في منهم ناس بتاخد تكافل وكرامة، في ناس بتاخد إعانات بشكل معين ومعرفين. يعني كل اللي بياخدوا تكافل وكرامة هيخشوا التأمين مجاني. ده أكيد. ده أكيد. في إضافة، في ناس أكتر من تكافل وكرامة كمان. يعني في كل الشرائح الغير قادرين اللي هم يمثلوا في الدولة كلها حوالي 30%. دي الدولة هتكفلهم 100%. الدولة هتدفع لهيئة التمويل اشتراكات الناس دي وأسرها. يعني مش هتيجي على حساب 70% التانيين. يعني لا. الناس مش هتدفع اشتراكات عشان ادفع ليا وللغير قادر. الدولة هتدفع لغير القادر لهيئة التمويل تقول له خد اشتراك محمد وأسرته الشهري اهو. طب كويس. محمد ما يروح، محمد غير قادر، السيستم مش شايفه قادر ولا غير قادر. السيستم مش شايفه. مش شايفه، مش مشخصه. يعني هو بياخد نفس الخدمات اللي بياخدها. مش محمد عشان غير قادر السيستم هيديه اقل خدمة واقل جودة، واصل ده دول غير قادرين. لما فيش الكلام النظام ده انتهى بقى خلاص. انت داخل بالكارت بتاع التأمين الصحي مقدم الخدمة
ملوش انه يعرف انت قادر. وروح هات الحقن من بره وبتاع والكلام ده. مفيش بقى الحبيبتي. لكن اهم حاجه بقى ايه؟ ان القدر يدفع. القدر يدفع. طب لكن انت القدر لو ما دفعش هتبقى كارثه. لا ما هتبقى كارثه عليه. طب انا لسه كنت اسال حضرتك نظام التامين الحالي بقى لحد ما الناس تشوف ده في تطوير ولا ما زال في مشاكل؟ ده تطوير كبير جدا وفي استجابه كبيره من رئيس الهيئه يعني منذ توليها بعد ما انا جيت. حد دؤوب وبيشتغل وبيحسن الخدمه بس لسه في مشاكل في المستشفيات كبيره. بص المستشفيات دي يعني حاجه يعني مش بسهوله هنصلح، لكن لا يمكن اختصار وزاره الصحه في المستشفيات التي تمثل بالنسبه لمنظومه الخدمه مش اكتر من 5%. انت عندك الطب الرعايه الاساسيه والطب الوقائي وصحه البيئه، احنا بنرخص لكل محطات الصرف الصحي ومحطات الميه في مصر، وبنراقب عليها بعينات اسبوعيه، وبنراقب على الغذاء والتربه، وكل كونتينر يدخل في كل ميناء. هي مستشفيات التامين الصحي اللي 5% ولا كل المستشفيات اللي تبع لوزاره الصحه؟ خدمه المستشفيات. الخدمه الاساسيه في وزاره الصحه هي خدمه وزاره الصحه المنظم للخدمه ومقدم خدمة الطب الوقائي والرعاية الأساسية والدواء وأمان الدواء وإتاحته وتسجيل الشركات والمصانع وخطوط الإنتاج والمراقبة عليه وتحليل عينة عينة وباتش باتش والأمصار، قصة كبيرة. بنوك الدم قصة كبيرة. المستشفيات لو حد قدمها مع وزارة الصحة ما فيش مشكلة، لكن الخدمات التانية ما فيش حد هيقدمها غير وزارة الصحة. المستشفيات بدأنا نحسنها بالمستشفيات النموذجية اللي جزء منها مستشفيات تأمين صحي ووزارة وقطاع علاجي وتعليمي وجامعة و125 وحدة 49 مستشفى و125 وحدة المرحلة دي في 27 محافظة. دي بداية الإصلاح الحقيقي في المستشفيات.